يعني حاولوا في شروطهم 13 العجيبة غريبة وعشر أيام غير قابلة للنقاش، وهذا هي كلها طبعا. ومستشار الديوان الملكي سعود القحطاني حط هاشتاج يقول إن شاء الله قطر لا توافق، وهذا كلها يعني هنا فقط يعني يبقى لغزو لحظة شوي نعم. لغزو دولة قطر لسبب واحد، للاستيلاء والسيطرة على أكبر حقل غاز في العالم، ولأن لديهم الأربع الدول كلهم يعني مش مادة مشترك الحاجة الماسة للغاز نعم. لأنه عندهم نقص شديد في الغاز. قلت أنا من فترة وفي مقابلاتي مع الجزيرة بعد الحصار ومع روس اليوم ومع يعني التلفزيونات الدولية والصحافة الدولية، وفي أيضا لقاءاتي في جامعة كولومبيا وجامعة إكسفورد وجامعة دروما وكثير من اجتماعاتي أنا حاضرت حول الموضوع، والسؤال ماذا، واللي أنا شخصيا لم أفهمه إلا أن كل اللي أفهمه لأني أقرأ التاريخ أنا كثيرا، اللي أكد لي أن كل الحروب في العالم بل محاولة الغزو في العالم لها أساس اقتصادي بحت، الثروة أساس الثروة وأسس اقتصادي. قلت هذه فهجمت. أول من هاجمني وزير خارجية البحرين في حسابه في التويتر يقول أن عبد الله العطية مريض في لندن، وأكيد الأطباء أعطوه أدوية جعلت مخه يختل. وبعد هذا يعني الهجوم من هذا هؤلاء الأشخاص يعني نشرت في قبل عدة أشهر جريدة الول ستريت جورنال، وهي واحدة من أكبر الصحف الاقتصادية في العالم، تقرير متكامل يؤكد بأن سبب الحصار كان لغزو قطر للاستيلاء على أكبر حقل غاز في العالم بالنسبة إلى هذه وبالنسبة للنقص الشديد لهذه الدول من الغاز. فصمتوا صمت يعني صمت الرهيب الرهيب، ولم يقولوا ولم يحتجوا ولم حتى ينفوا، وهذا ما يؤكد طبعا كلامي. وأنا سعيد بأن لما نشر هذا المقال شفت أن أردت أن وزير البحريني أو حبيب جعفر حبيب الصايغ أن تستفزهم هذه الجريدة ويرفعوا دعوة في نيويورك ويبرهنوا بأن هذا ليس هو السبب. نعم.